وفي القرايه دي مهاره برضو لما بتستعمل في العروض التقديميه وكده، وفي مهاره الكتابه ومهاره البرزنتيشن. البرزنتيشن دي اللي هي تقديم نفسك او العروض اللي بتقدمها في شركه، في حاجه بتعرض بضاعه واتيفر، ودي بتبقى انكلودنج بقى حركات الجسم وحركه اللسان والشكل والايد والرجل وكل حاجه. فهي انت بتعمل باكج، هي اهم حاجه الكلام، وبعد كده بقى ده بيزوقه عشان يوصل المسج صح. على كده في اهميه فعلا، عارف يا مروان، في مهاره الاستماع، لان انا حاسه ان الاستماع دي من اهم المهارات اللي ممكن تكون موجوده. من غير ما اسمع مش هقدر اتكلم، او من غير ما اسمع مش هقدر اتقبل. بالظبط، انا يمكن دايما يقول اسمع انتظر تكلم. اسمع بقى دي، اسمع دي مش اللي هو بسمعك وخلاص. صعبه جدا. ليه بقى؟ لان في حاجات كتيره قوي بتتدخل في السمع ده. الاحاسيس بتاعتك، الانانيه، حاجات خارجيه. بالظبط، حاجه خلتك وانت بتتكلم عايز ترد بسرعه عشان انت عارف الاجابه. فانت دايما عدم الصبر. ايوه، عدم الصبر. عدم الصبر والانانيه والاحساس الداخلي اللي جوه. ممكن حد يقول لك لو انت زملكاوي او اهلاوي وحد راح شاتم في الفريق المضاد ليك، على طول هتلاقي الرياكشن بتاعك عمل كده. انما في بقى حاجات تمرينات للاستماع، انا همسك نفسي واعد لغايه ثلاثه. معلش، انا 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 شخصيا عندي النقطه الديفو ده. انا من النوع اللي عندي شورت تيرم ميموري، يعني انا ما ينفعش تقعدي تحكي لي موضوع مدته ثلث ساعه في 10 نقط واسكت وارجع ارد على نقطه نقطه. ففي حاجات لو افتكرتها بخليها للاخر، وفي حاجات لو ما افتكرتهاش لازم اقاطعك وارد عليكي، لا الموضوع الفلاني حصل كذا وكذا وكذا. طيب فهل ده يعتبر تواصل سيء او غير جيد؟ لا مش تواصل، مفيش حاجه اسمها تواصل سيء. انت طالما في تواصل وفي اهتمام بالموضوع ده ممكن يبقى تواصل عنيف، ممكن نبقى قاعدين انا وانت بنخبط في بعض. ده تواصل عنيف، ده اكيد موجود، وده بيبقى داخل فيه المشاعر وعدم التحكم في الانفعالات. انت في حالتك اللي هي عدم التذكر، ان انت انا سالتك عن موضوع او قلت لك ايه اكتر حاجه بتحبها في الاكل يا مروان. قلت لي ايه اكتر حاجه بحبها في الاكل. انت لما عدت الموضوع مرتين المفروض انه يكون ثابت شويه او كده. لو انت بقى انا سالك ثلاث اربع اسئله او ثلاث اربع بوينتس هتتكلم فيهم، انت هتقول لي انت سالتيني على البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي، صح؟ يعني انت كده هقول لك انا سالتك عن كذا وكذا وكذا، فدي اتثبتت بقى وعملت زي ديفيجن في مخك او جدول كده، تيبل في مخك كده، ان انت هتجاوب على ثلاث نقط. قطع الكلام ممكن بيبقى باستئذان، مش اللي هو وانا بتكلم تروح لا مش قطر زي ما بيقولوا، جاست ان انت بتقطع بس الكلام، معلش انا هستاذن بس انا هجاوب على دي قبل ما انسى، ما فيهاش حاجه. اي بني ادم بيبقى فيه عيوب في التذكر في الاستماع، بس بيبقى فيه حاجات تانية. يعني هو عدم الصبر ده بيؤدي الغلطات، يعني انا ساعات انا كمان ارد كده مره واحده، بل لو انا استنيت شويتين ثلاثه ممكن كنت ارد احسن من كده. بالظبط، انت تستني تستوعبي اللي هو انا استوعبت، نفسي اعمل كده الصراحه. طب احنا استنينا لما خلصتي. معانا تسنيم بقى على التليفون. تمام، اوكي تسنيم. الو، صباح خير. صباح الفل. صباح الجمال. كنت عايزه اقول لكم برنامجكم حلو جدا، اول مره اكلمكم. ميرسي يا تسنيم. وكنت عايزه اسال بس الاستاذه سؤال. اتفضلي استاذه رغده معاكي. هو انا كان اتقدم لي واحد وكده، كنت قبل ما يتقدم لي كنت اتكلمت معاه مرتين، وكنت بتكلم بطبيعتي خالص وحاسه ان مفيش اي مشاكل، بس ساعه لما هو بقى قالوا لي ان ده عريس بقى ومش عارف ايه، حسيت ان انا متلخبطه كده ومش عارفه اتكلم معاه خالص، وكان الموضوع صعب قوي بالنسبه لي، وحسيت بقى ان انا مكسوفه وكده، فمش عارفه بقى اتعامل ازاي. موضوع تاني بالنسبه لماما، وكنت يعني كان في حصل موضوع قبل كده، فحاسه ان ماما مش يعني مش قادره تسترجع ثقتها فيا، او مش فاهمين الجزء الاخراني. اتعامل معاها ازاي؟ يعني كل مثلا تشوفني بتكلم في التليفون بتكلمي مين؟ نعم؟ تسنيم لا أوكي. مش يعني رانا هتفهمنا. حصل هي كانت تعرف حد قبل كده ومامتها مش واثقه فيها. لا مش انا كنت اعرف حد، كنت مصاحبه حد بس الحد ده مش كويس. اوكي طيب تمام. سوء اختيار بنوته زي، بس هي كانت مش كويسه، بس انا بعدت عنها. ماما كانت تشوفني بعمل شاتنج على الكمبيوتر بتقولي بتكلمي مين؟ كان وصلنا يعني مش عارفه اتعامل ازاي. طيب حالا استاذه رغده هترد عليكي. طيب الفرق ما بين التجمل والكذب او التمثيل زي ما بنقول باللغه اليومين دول، يعني ان انا اتجمل قدام حد ده شيء ظريف، لكن ان انا امثل عليه اصل انا ما بعملش غير الحاجه الفلانيه، انا ما باكلش غير النوع الفلاني، انا ما بروحش غير الحتت الفلانيه، ازاي نفصل بينهم وازاي نحاول نعالجهم لو احنا عندنا الموضوع ده؟ هقول لك وهرد برضو على تسنيم في حته الكسوف كمان، لان ده بيعتبر